صافرات الانذار تدوي في مدينة تل الربيع المحتلة طبعا بعد قصف سرايا القدس. إذن حتى هذه اللحظات 16 شهيدا في قطاع غزة في الأيام القليلة الماضية حتى الآن، واستشهاد طفلة حنين طافش في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. حماس تقول لإسرائيل تحاول استغلال الحرب على غزة لأهداف سياسية. ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 11 شهيدا بعد استشهاد 3 مواطنين في غارة استهدفت وسط مدينة خان يونس. مصادر إسرائيلية تعلن عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة رابع بجراح خطيرة في قصف صاروخي فلسطيني أصاب منزلا في كريات ملاخي إلى الجنوب من تل أبيب. صرحت المصادر أنه قبل قليل يعني كنت أنا وأحد الزملاء المصورين وقد أصيب برجلي اليسرى برصاصة مطاطية. لم تتحول المقاومة في غزة إلى وظيفة، ولم تتحول المقاومة في غزة إلى مؤسسة. قد يكسرون عظامها، وقد يزرعون الدبابات في أحشاء أطفالها ونسائها، قد يرمونها في البحر أو الرمل أو الدم، ولكنها لن تكرر الأكاذيب ولن تقول للغزاة نعم، وستستمر في الانفجار. لا هو موت ولا هو انتحار، ولكنه أسلوب غزة في إعلان جدارتها بالحياة.